مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من المهرة، والذي نستعرض فيه وإياكم أبرز المستجدات والأحداث خلال الأسبوع المنصرم في محافظة المهرة. وسنسلط الضوء في هذه الحلقة على السجون السرية للقوات السعودية في المهرة وعودة الجامعات لفتح أبوابها أمام الطلاب بعد رفع القيود التي خلفها فيروس كورونا. من جديد أهلا بكم، ونبدأ حلقتنا بأهم أحداث الأسبوع المتعلقة بمحافظة المهرة، حيث كشف تقرير صادر عن معهد بروكينغز الأمريكي أكد فيه على وجود 20 قاعدة وبؤرة استيطانية تابعة للقوات السعودية في المهرة. المعهد أفاد أن السعودية تمارس التعذيب والاعتقال التعسفي بحق المعارضين لسياستها من أبناء المهرة حسب ما نقل عن هيومن رايتس ووتش، مشيرا إلى أن الاستيلاء على المهرة يمنح الرياض وصولا مباشرا إلى المحيط الهندي عبر مد أنبوب النفط إلى البحر. المركز الأمريكي أضاف أن الإمارات روجت العام الماضي أنها قلصت دورها في الحرب على اليمن، لكنها في الواقع اعتمدت استراتيجية بديلة، مؤكدا أنها نشطة للغاية في العديد من الجزر الرئيسية في اليمن ذات المواقع الاستراتيجية، بما يحقق أطماعها في التوسع. السجون السرية للسعودية في المهرة كان لها حضور في المشهد العام هذا الأسبوع، حيث أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون القوات السعودية السرية بالمحافظة تحت هاشتاغ سجون سعودية سرية بالمهرة. المئات من الناشطين والحقوقيين والسياسيين سلطوا الضوء على التجاوزات الحقوقية والقانونية التي ترتكبها القوات السعودية في المهرة، والتي حولت مطار الغيضة الدولي ومناطق أخرى من المحافظة إلى سجون سرية وثكنات عسكرية لاختطاف المعارضين لها واستخدام القوة لترهيب سكانها الرافضين لوجودها. توالت ردود الأفعال والتعليقات التي حملت واسم سجون سعودية سرية بالمهرة، حيث قال الناشط بندر البوكاري إن الوجود العسكري السعودي في المهرة ليس له مبرر، لأن المحافظة تقع في أقصى الشرق اليمني ولم تشهد أي وجود لعناصر الحوثي. رئيس مركز هنا عدن للدراسات أنيس منصور قال إن الحراك الشعبي بالمهرة وضع السعودية تحت حصار شعبي فاعل ومحرج، مؤكدا أن السعودية أصبحت في وضع صدامي دائم مع أبناء المهرة. وبدوره قال الكاتب الصحفي صالح منصر اليافعي إن تحالف السعودية الإماراتي لم يكتفي بحصار الشعب اليمني وتجويعه وتدمير مؤسسات الدولة والخدمات، بل أنشأ عشرات السجون السرية ومارس فيها أبشع الجرائم والانتهاكات والتعذيب بحق المعارضين له ولأطماعه. We'll be right back.
تعليقا على المعلومات التي كشفت عن وجود قاعدة عسكرية للإمارات في جزيرة ميون، اتهم رئيس لجنة احتجاج شحن في المهرة الشيخ حميد زعبانوت تحالف السعودية والإمارات باستغلال ضعف وأداء الحكومة الشرعية لتمرير مخططاته في المهرة وسقطرة والجزر اليمنية. زعبانوت قال في تغريدة له على تويتر إن لجنة الاعتصام حذرت منذ اليوم الأول من تمادي القوات السعودية والإمارات في المهرة وسقطرة، وأشار رئيس لجنة احتجاج شحن إلى أن التحالف قام باستغلال تفرق اليمنيين وغياب الحكومة الشرعية في الرياض لتمرير مخططاته. استأنفت الجامعات الحكومية والأهلية في محافظة المهرة العملية التعليمية بعد رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا، وتأتي هذه العودة بعد انحسار الوباء وعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي. المزيد في التفاصيل أو المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. دبت الحياة مجددا في المرافق التعليمية الجامعية الحكومية والأهلية في المهرة بعد توقف إجباري جراء الإغلاق والقيود الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا التي أقرتها السلطة المحلية في المحافظة. نحن في جامعة حضرموت كلية العلوم التطبيقية والإدارية بدأنا الدراسة بعد إجازة طويلة لكورونا. بدأت الكلية وبدأت الجامعة تفتح أبوابها، ولنا الآن اليوم نحن الأسبوع الثاني والحمد لله الأمور تسير بشكل طيب وبشكل جيد، والدراسة تسير على ما يرام، والحمد لله انتهى قضية مرض كورونا، ما عادش معنا كورونا الحمد لله. يعني أيضا أخذنا احترازات في هذا الجانب، احترازية موجودة لجانب كورونا. عودة الطلاب إلى كراسي الدراسة الجامعية جاءت هذه المرة وسط جملة من الصعوبات، منها ما يعانيها التعليم الجامعي من نقص في الكوادر وضعف الإمكانيات والمباني، في وقت تسعى الجامعة لتعويض فترة التوقف. استأنفنا العمل الأكاديمي في الكلية في تاريخ 24 مايو من هذا العام. طبعا كانت العودة نوعا ما كويسة بعد انقطاع فترة مش سهلة طبعا بسبب فيروس كورونا المستجد. طبعا واجهتنا عدة صعوبات، طبعا الطلاب رجعوا يعني ربما نوعا ما قد تناسل مقررات النسبة الطائلة من الطلاب يعني بسبب توقف هذه الدراسة بسبب فيروس كورونا. طبعا نحن حريصين جدا كأعضاء هيئة التدريس لاستكمال المقررات، لذلك جاء قرار من عامة الكلية على أساس تمديد يعني عمل ساعات إضافية من أجل للطلاب ربما تمتد إلى الساعة الثانية بعد الظهر. مصاعب أخرى تواجه الطلاب الجامعيين جراء غلاء الأسعار وانهيار قيمة العملة المحلية، والتي بدورها ضاعفت تكاليف تنقلاتهم واحتياجاتهم الضرورية لاستكمال دراستهم. أولاً العوائق اللي تواجهنا داخل الكلية منها عدم توفير كتاب المنهج الدراسي، أو يعني يتوفر بصعوبة ما بنحصلش بسهالة. ثانياً الدكاترة مش موجودين أصحاب تخصص بشكل مطلوب، هذه بالنسبة داخل الكلية. خارج الكلية مثلا توفير السكن، المواصلات، هذه أهم العوائق اللي تواجه الطلاب في الكلية في كلية العلوم التطبيقية. جملة من العراقيل والمصاعب تواجه التعليم الجامعي في محافظة المهرة وسط استمرار الغياب الحكومي في مواجهة هذه العقبات والتخفيف من وطأة الانهيار الاقتصادي على الجامعات والطلاب الذين يعانون الأمرين. من جديد تفتح الكليات والجامعات الحكومية والخاصة أبوابها أمام الطلاب في محافظة المهرة بعد توقف دام أشهر وعقب رفع القيود التي فرضها وباء فيروس كورونا ووسط صعوبات وتحديات كبيرة يواجهها الطلاب. مراسل المهرية استطلع آراء عدد من الطلاب فنتابع. عدنا إلى الكلية رغم العوائق ورغم توقفنا لفيروس كورونا، والحمد لله تواجهنا بعض المشاكل زي المواصلات، زي نعاني مكان من الكتب ما نحسش ماشي مكتبات متوسعة. نحن في كلية العلوم التطبيقية محافظة المهرة الحمد لله واجهنا شوية صعوبات في هذه الكلية من ناحية نقل طلاب إلى الكلية والتغذية في السكن،
ولكن الأمور سبرت بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشكر كل من ساهم ودعم هذه الكلية من أجل أنجاح طلاب وطالبات إلى التفوق. فنحن السلطة المحلية ما قصرت، والعمادة والدكاترة كلهم ما قصروا، والحمد لله العين عودت الكلية إلى ما كانت. عودة كانت صعبة شوي، ولكن عودة كانت بالبداية صعبة، ولكن عادت إلى ما كانت عليه، والحمد لله كل شيء مستمر، الدوام مستمر والمحاضرات مستمرة والجدول ماشي على ما هو. المشاكل التي تواجهنا في الجدول، رفع ساعات إلى الساعة 2:30، وهذا مما يعيق على الطالب، مما يتأخر بعض الطلاب على بيوتهم، وفي تكثيف في الدراسة، خصوصا ما عاد يستوعب الطالب الساعة 2:30. هذا العوائق اللي تواجهنا، وفي بعض السكنات مواصلات مثل الباصات اللي نحتاجها للسكنات بسبب ارتفاع الأسعار، الأجرة زايدة على الطلاب، والتكاليف هذا يعني اللي واجهوها الطلاب. وللتعليق على فتح أبواب الجامعات وكذا تدشين الحملة الواسعة لكشف انتهاكات السعودية في سجونها السرية بالمهرة، ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل المهرية فؤاد المسلمي. أهلا بك معنا فؤاد. إذا بداية، كيف تنظرون لفتح الجامعات أبوابها أمام الطلاب، وهل نستطيع القول بأن وباء فيروس كورونا لم يعد يشكل خطرا على الطلاب في محافظة المهرة؟ اهلا وسهلا. من خلال لقائنا مع عيادة الكليات في المحافظة وبناء على قرار السلطة المحلية، تم إعادة فتح الجامعات لاستكمال طلاب الفصل الدراسي لعام 2021. هناك يعني عودة الدراسة، هناك تخوفات كثيرة من قبل الطلاب من ناحية عدم توفر المستلزمات الطبية وغيرها من الوقاية في فيروس كورونا مع عودة الدراسة. يبدو الطلاب والجامعات يصبون على استكمال العام الدراسي وتكثيف المحاضرات للطلاب وزيادة الساعات، وهذا مما شكل أيضا كبير على الطلاب. وكما سمعتم في التصريحات أن الطلاب يكون من تكثيف المناهج كبيرة واستغلال الوقت وإنهاء العام الدراسي. نعم، أيضا فؤاد بالنسبة لتدشين الناشطون حملة واسعة لكشف الانتهاكات التي تمارس في سجون القوات السعودية بالمهرة، كم عدد هذه السجون وما هو الهدف من وراء هذه الحملة تحديدا؟ الناشطون في محافظة المهرة أطلقوا حملة مكثفة منذ يومين لإيصال الرأي العام عن الانتهاكات التي تقوم بها القوات السعودية في المنافذ البرية والمطار وعدد من السكنات العسكرية المتواجدة على طول الشريط الساحلي. هناك أكثر من 35 سكنة عسكرية من امتداد المسيلة إلى حوف على طول الساحل الشريط الساحلي لمحافظة المهرة. الناشطون دشنوا هذه الحملة لإيصال رأيهم إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة وإلى المنظمات العاملة في حقوق الإنسان عما يجري من خلال القوات السعودية وانتهاكاتها المستمرة في متواجدها في عام 2017 في محافظة المهرة. نعم، أيضا السعودية دفعت بقوات إلى المهرة، أين وصلت هذه القوات وأين تتمركز تحديدا؟ القوات الرئيسية تتمركز في ميناء نشكون وفي مطار الغيضة الذي حولته القوات السعودية إلى سكنة عسكرية بدل أن يخدم المواطنين وأبناء المهرة الذين يقطعون مسافات بحدود 600 كيلومتر المكلة للعلاج أو كذا، يموتون من خلال السفر. بينما يمتلكون أكبر مطار مدني في ديرية الغيضة، لكن تم توقيفه من قبل هذه القوات التي حولته إلى سكنة عسكرية وإلى سجون سرية حسب ما يفيد الناشطون الذين دشنوا الحملة يوم أمس لإيصالها إلى الرأي العام، وما تقوم به انتهاكات القوات السعودية والقوات الأجنبية المتواجدة معها في مطار الغيضة. نعم، إذا مراسل المهرية فؤاد المسلمي كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر.
وفي مجال الدعم المجتمعي دشن المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى تسليم مولد كهربائي بقوة 60 كيلووات لأهالي منطقة عيوة بمديرية رماه مقدم من السلطان محمد بن عبد الله العفرار رئيس المجلس. رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس العام علي مبارك محمد قال إن المولد يعد من ضمن خطط وبرامج المجلس العام التي ترجمت على أرض الواقع. من جانبه شكر الشيخ صلاح المنهالي وبالنيابة عن أهالي منطقة عيوة السلطان محمد عبد الله آل عفرار والمجلس العام على دعمهم للمنطقة بالمولد الكهربائي. في السياق ذاته حيث كان المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى قد دشن مولدا كهربائيا في منطقة عتاب المهرة برعاية من السلطان محمد العفرار، وحضر التدشين الأمين العام للمجلس محمد علي كلشات والأمين العام المساعد تمام سعد كدة ورئيس الدائرة الإعلامية علي مبارك محمد وعضو الأمانة العامة محمد سعد الزويدي بالإضافة لشيوخ وأعيان المنطقة. وقدم أهالي منطقة عتاب الشكر للسلطان محمد العفرار على توفيره مولدا كهربائيا يخفف عنهم المعاناة في ظل تردي الخدمة. على صعيد تفاعل أبناء المهرة مع القضية الفلسطينية أقيمت في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة فعالية جماهيرية احتفالا بانتصار المقاومة الفلسطينية. بيان الفعالية قال إن الانتصار الفلسطيني يعد انتصارا للأمة العربية والإسلامية بأكملها، وأن هزيمة إسرائيل برهنت بأن الانقسام والتشظي صنيعة المشروع الصهيوني. سياسيون مشاركون في الفعالية الجماهيرية قالوا إن ما يقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة لا يختلف عما تقوم به السعودية والإمارات في محافظتي المهرة وسقطرى، مشيرين إلى ترابط الوثيق بين الكيان الصهيوني ورعاة موجة التطبيع في المنطقة. في السياق الرسمي وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر بتنفيذ واعتماد مشاريع بناء محكمة الغيضة الابتدائية وتسوير محكمتي مديريتي سيحوت وقشن وشراء حافلة لمحكمة الاستئناف بالمحافظة. كما اطلع المحافظ بن ياسر على سير العمل ومستوى التنفيذ في مشروع استكمال شق وتوسعة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة، وشدد بن ياسر على الإسراع في تنفيذ المشروع وإنجازه وفق المواصفات والمقاييس الفنية والهندسية المعتمدة خلال الفترة المحددة. مشاهدين الأعزاء صارنا معكم أهم أحداث هذا الأسبوع، نلتقيكم الأسبوع المقبل بإطلالة جديدة وأحداث جديدة من برنامجكم من المهرة. في أمان الله.